الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طريقة التيمم الوردت في الكتاب والسنة سهلة يا جماعة. في ناس يقول لك لا درسونا في المدارس خلاف كده أو سهولين، ده خلي نحن نذكر الشجة في القرآن والشجة في عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، سهل جدا. أول حاجة تضرب بيدينك ديل الواطة، تضرب دي ما معناته اللوت كده، لا تضرب يعني تهبش، يعني الواطة التراب الصعيد، يعني التراب سواء كان تربة رملية أو طينية أو حجرية، تراب يكون طبيعي تهبش بيدك الواطة هكذا مرة واحدة، ولو في تراب ممكن تنفخه، لأنه ما الغرض الوسيخ، الغرض هو ما الوسيخ، فخطيت يدك ونفخت المعالق، فتقوم تمسح وجهك أول حاجة، وتمسح يدك اليمين وتمسح يدك الشمال، انتهى التيمم. وهكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعيد تاني، تضرب الواطة مرة واحدة وتمسح وشك أولا، بعدك تمسح يدك اليمين وتمسح يدك شنو يا جماعة؟ الشمال لحد هنا الكف بس، يعني ما صحيح تمسح لحد المرفق، ما صحيح. في ناس طبعا بيشددوا في التيمم، صوفية وغيرهم جابوا لهم تيمم قطعوا من راسهم، يعمل لك كذي يلف يده كذي، تقول تابع لمقاتلي شاولين، ده ما عنده علاقة بالدين. الدين يسر زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الدين يسر. تضرب يدك مرة واحدة، تمسح وشك، تمسح يدك اليمين بنفس الضربة اللي قبل، تمسح يدك الشمال. والتيمم ممكن تصلي به صلاة وصلاتين وثلاثة لحد ما يتقطع، إذا العذر أو السبب من أجله تيممته ما زال يعني، فتكون مواصل ما في مشكلة، ممكن تتيمم لكل صلاة، وإذا محافظ عليه ممكن تصلي به صلاتين ثلاثة على كيفك، وتصلي به النافلة والفرض. أنا برضو في جماعة صوفية يقول لك لا التيمم ده تصلي به واحدة، ده كله كذب ساكت. التيمم الصحيح يقوم مقام الوضوء في الطهارة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.